عالي عمي معالي عمام نفرف يا طير الحمام نفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام عالي عمي معالي عمام نفرف يا طير الحمام نفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام من عام 22 بعد 36 كل عموم فلسطين صارت تحال القدام وعال عمي مع العمام أبلغ يا طير الحمام أبلغ على فلسطين والشعب الحر المقدام ما كانت جولة بيعبال آخر خطوة للأمام كانت هي البداية والباقي جاي قدام وعال عمي مع العمام أبلغ يا طير الحمام أبلغ على فلسطين والشعب الحر المقدام تعالوا من البداية شوفوا معنا الحكاية ورح نرفع البرداية من يوم ما وصل القدام.